الكوليرا تحصد أرواح المواطنين في محافظة إب، والصحة تقف عاجزة عن احتواء الوباء الخطير بسبب النقص الحاد في الأدوية وغياب الكادر الطبي عن الدوام في المستشفيات. الكوليرا آفة العصر ومرض الساعة الأربع، مرض قابع في جوف الأمعاء بين التهوين والتهويل، يساعده الإهمال والقذارة والمياه الراكدة، ويطور من حالته ضعف المراكز والمستشفيات في سرعة التعامل مع حالات الجفاف قبل أن تصل إلى الغيبوبة وفشل كلوي. جائحة اجتاحت اليمن، عدوان في جوف عدوان، وكانت إب عاصمة السلام، مكان تستخدمه الكوليرا للفتك من خلال ظهور أعراضها. لم يتوقع واحد العدد يتجاوز 11,000 الآن. الوفيات من 155 إلى 160، ربما الرقم في تصاعدي بشكل ملحوظ، لكن نتمنى من الله سبحانه وتعالى بتكاتف الجميع أن ينتبهوا للنقطة هذه، ويعني كل يعمل في دوره، مثلا الإعلام يجب أن يكثفوا من الناحية هذه وتثقيف الناس. أنا أدعو كل المنظمات من هذا المكان أن تنظر إلى هؤلاء الناس، أن توفر لهم العلاج، أن توفر لهم ما يحتاجون، لأن احنا في وضع في محافظة إب، محافظة إب تستوعب 3 محافظات الآن وأكثر من 3 محافظات. احنا اضطرينا لفتح مدارس الآن، مستشفيات لمرض الكوليرا. أكثر من 800 حالة إسهال حاد منذ منتصف إبريل استقبلتها مستشفيات الصحة العامة ومراكزها بالمديريات، البعض منها إيجابي والبعض حصل على الرعاية الصحية ونجا من الكوليرا. معظم الحالات التي وصلت إلى أعداد يعني كبيرة جدا من السرد الحادة في الفترة الأخيرة وصلت إلى أكثر من 800 حالة إسهال مائحات في المحافظة منذ منتصف شهر أبريل وإلى الآن، والتي سجلناها من المواقع الصحية والمستشفيات ومراكز المعالجة. معظم هذه الحالات أتت من مناطق الصرف الصحي السيء، يعني هناك يعني الذي ليس لهم شبكة مياه صرف صحي آمن، وليس لهم أيضا يعني ليس لديهم مياه آمنة صالحة للشرب. مكتب الصحة بمحافظة إب وبدعم الوزارة والمنظمات الصحية والمحلية استطاع تشكيل فرق ميدانية مجهزة بالأدوية اللازمة والحقائب الخاصة بالنظافة وتعقيم مصادر المياه. بالنسبة للمستشفى الأمومة والطفولة تم تفريغه بالطاقة الكاملة لاستقبال حالات الإسهالات المائية الحادة والكوليرا، وبلغت عدد الحالات المترددة في خلال الـ5 أيام الماضية حدود 455 حالة. أكثر من 14 مديرية بمحافظة إب تم ظهور الوباء فيها بنسب متفاوتة كما تؤكد بيانات الصحة، وأمام زيادة الأعداد يظل العالم يتفرج، فيما يسعى المجتمع المحلي إلى التكاتف في مواجهة عدوان طفيلي يريد أن يدفعنا إلى الموت بسرعة فائقة. سمية سحلول، قناة اليمن اليوم، محافظة إب.